أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم ونسمع لشكاويهم. أطلق ناشطون وسياسيون عراقيون وعرب هاشتاغ الفلوجة تقتل بصمت، والبعض أيضا الفلوجة تقتل جوعا على مواقع التواصل الاجتماعي. للحديث عن الفلوجة والحصار الخانق الداخلي والخارجي الذي يتعرض له أهل الفلوجة وسط تجويع وإذلال وقهر، من يتحمل مسؤولية الآلاف من العوائل المحتجزين في الفلوجة؟ لماذا نلقي باللوم على أطراف ونترك أطراف؟ لماذا لا نفتح ممرات آمنة لخروج العوائل؟ لماذا لا نفتح ممرات آمنة لدخول المواد الغذائية؟ طيب الفلوجة محاصرة، لماذا الحصار فقط على المدنيين؟ هل كل أهل الفلوجة دواعش؟ هل يعاقب الأطفال والنساء والكبار والشيوخ بجريرة أنهم دواعش؟ لم تحدث ولم يحدث ما يحصل في الفلوجة اليوم حتى في زمن مشركي قريش. مشركي قريش عندما حاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ترى هم كان يدخل لهم أكل وإلى آخره. لكن نشاهد هذا التقرير عن المأساة في الفلوجة ثم نعود. أطلق أهالي الفلوجة نداءات استغاثة وناشدوا لفك الحصار عن مدينتهم لغرض إدخال المواد الغذائية والطبية، حيث بلغ الجوع ذروته ما دفع بامرأة إلى إلقاء نفسها وأطفالها الثلاثة في نهر الفرات بسبب عدم مقدرتها على إطعامهم. حصار المدينة أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير اعتيادي، فالتمر الذي كان غالب قوت وطعام المدينة بدأ ينفد ووصل سعر الكيس منه إلى 75,000 دينار. أما الطحين فسعر الكيلو من النوعية الرديئة فوصل إلى 25,000 دينار إن وجد، وأغلب سكان المدينة لا يملكون ثمنه. أنا عندي هذا طفل يغمى عليه من الجوع، عندي تمر هيك أنطيهم إياه ما يكفيهم، أكلوا خلصوا بعش أنطيهم، والله ما عندنا أي شيء أي شيء أي شيء اسمه أكل بالفلوجة. ناشدكم أن ترحمونا وتطبونا غذاء، أما تطبونا غذاء أما تسوونا طريق آمن تطلع عليه العوائل. والله العظيم قاعدة تموت الأطفال، قاعد يموتون الشياب. أكثر من 120,000 مدني في الفلوجة حسب تقديرات منظمة إنسانية، تحاصرهم القوات الحكومية وتقصف أحيائهم السكنية بدعوى قتال عناصر تنظيم الدولة الذين لا يزيد عددهم عن 400 عنصر بحسب تقديرات للتحالف الدولي. أغلب المتبقين في المدينة هم من ذوي الدخل المحدود أو المرضى أو العجزة ممن لا قدرة لهم على تحمل أعباء الطريق، فيما يخشى آخرون من عمليات الاعتقال والخطف على يد الميليشيات حتى لو تيسر لهم الأمر للمغادرة. احنا ما قدرنا نطلع على الكار والسيارة ما عدنا، أضافة إلى الاعتقالات كانوا يعتقلون العصابات تعتقل الرجال على بزيبز، ومن هذا الوضع ما قدرنا نطلع. ناشطون مدنيون طالبوا بإيجاد حل لهؤلاء المحاصرين وأن تفتح القوات الحكومية ممرات لدخول المواد الغذائية والطبية لإغاثة آلاف العائلات. شاهدنا هذا التقرير، لكن سأناقش هذا الموضوع مع ضيفي الشيخ سلام عجمي الحلبوسي عضو مجلس قضاء الفلوجة. الشيخ سلام مرحبا بك. أهلا بك أخي العزيز أستاذ مقداد. بداية صف لنا الحال في الفلوجة
ويعني من أين يحصل العوائل اليوم على فتات الحنطة، فتات الشعير، العلف الذي الآن يخلط مع الحنطة لكي يخبز، أو كيف يحصلون على هذه الأمور البسيطة أو الوضع المأساوي الآن داخل مدينة الفلوجة؟ تفضل شيخ. أخ مقداد، أولاً أبدي كلامي بالشكر والتقدير لقناتكم الموقرة قناة سامراء، واستضافتي لنقل معاناة أهلي في مدينة الفلوجة. والله يا أخ مقداد العزيز، شنو أحكي لك؟ يعني أنت ذكرت تقول العلف وتقول مش تقول، ماكو لا علف أخي، لا حنطة، لا شعير، لا فتات. موضوع وصل حده يا أخ مقداد، وصل حد الموضوع يا أبو فيصل. وإحنا نشكركم جزيلا إتاحتوا هاي الفرصة لنناشد من خلال منبركم، منبر سامراء الموقرة، ناشد الحكومة المركزية وعلى رأسها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، والسيد الدكتور سليم الجبور رئيس البرلمان العراقي، ودولة رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي، ومن يمثلونا في، أو لا أذكر من يمثلونا يعني في البرلمان من أهل أنبار، بل كل أعضاء البرلمان وكل الوزراء وكل من بيده القرار إنقاذ الفلوجة. الفلوجة ماتت من الجوع، الفلوجة محاصرة منذ سنتين ونصف، ليس منذ أشهر. الفلوجة على وشك يعني كارثة إنسانية لا مثيل لها. الفلوجة سوف تكون حالها حال حلبشة ومجزرة سبايكر. الفلوجة اليوم أطفالها ماتوا، منهم من بدأ بالانتحار، والدليل على ذلك قبل يومين امرأة من أهل الفلوجة تلقي بنفسها من فوق جسر الفلوجة في نهر الفرات مع أطفالها. ماذا أذكر لك أخي العزيز الكريم؟ طيب لا يوجد أي شيء، لا يوجد أي شيء، لا بديل ولا غير البديل. طيب شيخ، الآن الحكومة أو ما وصلتوا إلى الحكومة أن تفتح ممرات آمنة للمدنيين للخروج أو لدخول مواد؟ تسمعني شيخ؟ نعم أسمعك. نعم أستاذ مقداد أخوي العزيز، الحكومة المركزية ما عندها مانع، جاهز الممرات الآمنة والمخيمات منصوبة لاستقبال العوائل النازحة من مدينة الفلوجة. لكن داعش الظالم المجرم اليوم جعل أهل الفلوجة دروع بشرية لحمايته. الحكومة عليها أن تلقي المساعدات الإنسانية، الماء الغذائية أو الطبية من فوق عن طريق الجو، مثل ما تلقيها في نينوى، لقتها في نينوى على ما أذكر، يعني لليزيديين الذين كانوا محاصرين. نعم، هنالك الخط الجوي العسكري. احنا ناشدنا الحكومة المركزية لكن للأسف ما لقينا أي حل ولا جدوى. ومن خلال منبركم الناشد المنظمات الإنسانية وكل من يتوسم بالإنسانية، إن كانت لديه ذرة من الإنسانية، إنقاذ أهل الفلوجة في هذه الأيام الحرجة، الأيام التي بدأت بالعد التنازلي للموت، وليس لسد الرمق فقط، وإنما للموت. الموت على أبواب الناس الأبرياء. أهل الفلوجة ليس لهم ذنب. أهل الفلوجة لا ينجروا بجريرة داعش. داعش غزل الوطن العربي والشرق الأوسط والغرب، داعش في كل مكان. لا يجعل الفلوجة شماعة ليعلقوا عليها أن أهل الفلوجة داعش. أهل الفلوجة مذبوحين من الإرهاب، وأهل الفلوجة مستعدين أن يحرروا داعش. طيب لكن طلقة الرحمة سوف تبدأ من الحكومة عندما تبادر. سوف تكون هنالك رجال شجعان من أبناء العشائر لهم دور في تحرير الفلوجة. لكن احنا لا ننتظر التحرير، لا التحرير صار على الأبواب ولا أنقذنا العوائل المحاصرة. نعم. طيب شيخ، الكثير اليوم عندما تذكر الفلوجة تصير به رجفة. نعم، خلنا نقولها بصراحة، الفلوجة كلهم دواعش، الفلوجة كلهم كذا، الفلوجة كلهم كذا. طيب كم عدد اليوم المدنيين داخل الفلوجة وكم عدد داعش داخل الفلوجة؟ تفضل شيخ. أخ مقداد، قبل أسبوع، أكثر من أسبوع، التقينا بالسيد رئيس الوزراء. نعم.
ووجدنا احد مستشاري دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيس لجنة المصالحة اللي هو قال انا 13 سنة عشت بالفلوجة. اسألك بالله اقرب شخص اللي سكن بالفلوجة 13 سنة ما يقدر يقول للحيدر العبادي او يقول للرئيس البرلمان او يقول للحكومة المعنية بهذا الملف؟ شو اسمه شيخ؟ شو اسمه؟ محمد، دكتور محمد سلمان مستشار السيد العبادي، التقى بينا قبل حوالي اسبوع. نعم. وقال اهل الفلوجة ناس طيبين اخيار، وسألنا على رموز الفلوجة واشخاص الفلوجة. معقولة اللي يعيش بالفلوجة 13 سنة ما يعرف يميز داعش من اهل الفلوجة؟ نعم. ليش اهل الفلوجة ما لهم مثلين بالبرلمان؟ ما لهم وزراء؟ ما لهم شيوخ؟ ما لهم رموز؟ ما لهم علماء؟ وين الوقف السني؟ وين مجلس افتاء العراق؟ وين مجلس علماء العراق؟ وين باقي المجالس الإسلامية؟ وين مجالس الشيوخ؟ وين الأمم المتحدة؟ حقوق الإنسان؟ أخي تصلنا صور من داخل المدينة وقصص والله هي اندالها الجبين. والله هي لو ما يقولون هذا الشخص قام يقلد فلان أو زيد من الناس إلا أبكي على الموضوع اللي يجرى حاليا بالفلوجة. نعم. طيب شيخ، الآن أنت تقول الحكومة وفرت ممرات آمنة لخروج الناس والخيم منصوبة. طيب يقول لك أكو ناس ما عندهم كروة يطلعون من الفلوجة، وأكو ناس إذا طلعوا راح يصير بيهم نفس المأساة اللي صارت بمعبر الرزازة وببزيبز، وراح يعتقلون الرجال بتهمة داعش. طيب شنو الحل؟ أخي الكريم أبو فيصل، نعم، هؤلاء الناس اللي طلعوا من المدينة، يعني اللي بقوا بالمدينة، آسف، طلعوا وصلوا إلى يم بزيبز وبقوا حوالي شهر بالعراء. نعم. وصلوا لبزيبز، وصلوا إلى أقليم كردستان وما خلوهم يدخلون. اللي ما عنده فلوس، اللي ما عنده أجور نقل، اللي عنده مريض بالبيت، اللي عائلته أكثر من المقرر، يعني عنده 13-14 نفر سيارة ما عنده شلون يوديهم. اخي الناس حاولت الخروج، واكو من يقول لك انا اروح لبغداد يعتقلوني، تعتقلني سيطره الرزازه، اروح المدري وين علي امر اربع ارهاب وانا بريء من جراء المخبر السري. فاحنا راح نحول الناس الى مجرد اشباح في مدينه الفلوجه. والله العظيم الذي نسمعه من داخل مدينه الفلوجه من خلال اتصالاتنا عن طريق اصدقاء او اقارب او من يخصوننا، نسمع راح تصير كارثه انسانيه اذا لم نجد حل من الى يعني اقل شيء من يومين الى ثلاثه ايام. من يومين الى ثلاثه ايام؟ نعم نعم. اصبح الموضوع في اخر انفاسه. نعم. يعني بدت الناس عايشه على الهوى، ياكل الظهر ورا يومين يلا ياكل. اخي ماكو، كل شيء ما عاد، لا علف حيوانات، ومع احترامي لاهل الفلوجه، علف الحيوانات اللي كانوا يستخدمونه هسه المجبر ياكله. كانت الناس هذول اهل الفلوجه اخي، هذول اهل الصياني العراوي، اهل المضيف والدله، اهل العز والكرامه، والله ما يستاهلون هالشيء. والله هي ما يصير اني انجرب جريره كل مجرم من داعش، حرام. اكو نساء واكو اطفال واكو شيوخ، اكو ناس كبار سن ما بديهم اي حيله، ما عندهم وسيله، اجبرهم الوقت ان يبقوا بهذا المكان. وهاي الفلوجه اللي تتخوف منها الناس، ترى هاي الفلوجه مدينه عز، والله مدينه عز، بس غير الوقت سواها هيك، يعني قوه لبسوها ثوب داعش سقط الأنبار وسقط الموصل وسقط الديالة، كلها أسويها أني الفلوجة. نعم. طيب ليبيا العفو. نعم. إذا سمح لي فيصل بس أوصل هاي الفكرة، لأن أكو ناس مع الأسف، مع كل الأسف، من العقول الصغيرة المريضة الأفواه النتنة التي ترمي اللوم وتلقيه على أهل الفلوجة. يا أخي أهل الفلوجة أسياد، والله هي كرماء، ناس شجعان، ناس ما لهم ارتباطات بهاي الأجندة المريضة والأفكار المسمومة، خلاص. وهذا المشروع ده غزا الوطن العربي كله، ما تنجر يعني ليبيا اليوم تنجرب جريده الفلوج تنجرب جريده ليبيا او سوريا، ما يصير. نعم. طيب شيخ، عدد المدنيين الان، يعني عدد المدنيين اليوم داخل الفلوجه كم تقريبا؟ والله حسب الاحصائيات اللي نسمعها واللي تكلمنا مع هوايه ناس وشفنا يعني المكانات، انا ابن الفلوجه واعرف ثقل الفلوجه وين، يعني ما يقارب من 40,000 نسمه الى 50,000 نسمه. يعني اكو بعض التقارير تتحدث عن 120,000، واحتمال اكثر، ليش لا؟ شعب الفلوجه شعب 270,000 نسمه بس داخل المدينه، وخارج المدينه بال 300,000 نسمه، بعدين احنا نزحه القرمه والصقلاويه كلها داخل المدينه. نعم.
نعم. طيب تحدثت القوات الأمنية أو الإعلام الحربي قبل فترة أنه تم تطويق الفلوجة والاقتحام من عدة منافذ للفلوجة في فجر يوم كذا، أذكر أنا هكذا، هل كانت هذه الأخبار أو الأنباء صحيحة؟ لا أخ مقداد، هاي الـ 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 الأخبار غير صحيحة وغير دقيقة، لكن هنالك عدة لقاءات أجرت مع دولة رئيس الوزراء، مع السيد وزير الدفاع، مع عدة مسؤولين من محافظة الأنبار على تحرير الفلوجة. أوعدونا خير، ووعدنا السيد رئيس الوزراء بأن خطة تحرير الفلوجة رسمت من قبل العمليات المشتركة، لكن ننتظر ساعة الصفر. نحن يعني أنت ساعة ليس الصفر ليس نحن ليس بصدد ساعة الصفر. نعم. ساعة الصفر مطروحة منذ سنتين. نعم. نحن نقول أهل الفلوجة الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة، ميتين أو ماتوا من الجوع، نحل أزمة الذين محتجزين من قبل تنظيم داعش، وبعدها تتحرر الفلوجة مهما شاءت. طيب كيف تحل الأزمة الآن برأيك، وما هو الحل مثل هذه الأزمة اليوم الخانقة رغم المناشدات الكثيرة في كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي أغلب القنوات العراقية، يعني العراقية الشريفة أنا أقصد، كثير من القنوات تحدثوا عن هذه المأساة وكيف اليوم النساء تناشد، يعني هذا احنا في آخر زمن اليوم نساء الفلوجة الشريفات العفيفات ناشدن عبر مقاطع فيديو يريدون فقط أكل، وهذا الشيء اليوم صعب على كل عراقي شريف أن يجد امرأة عراقية اسمها عراقية، من علاقة هي سواء من فلوجة أو من غير من آخر العراق، من أقصى جنوب العراق أو أقصى شمال العراق، لكن هذه امرأة عراقية. اليوم صعب، عيب على كل عراقي اليوم أن تكون هناك امرأة تناشد على طعام. أخي الكريم أبو فيصل، نحن مسلمون أولا وآخرا، ونحن من نتكلم ونلبس ثوب الإنسانية. إن كنا نحمل الإنسانية بمعانيها، علينا أن نحل الأزمة منذ لقائي عندكم هذه الساعة إلى بعد صلاة العشاء. بالإمكان الحكومة المركزية أن تحل الأزمة، وهو في إلقاء المساعدات الغذائية عن طريق الجو، سواء كانت طيارة عسكرية أو طيارة مدنية، ماكو غير هذا الحل. احنا ما نريد معدن قوازي، ولا نريد منهم طليان، ولا نريد سفناب، احنا نريد أرزاق جافة، طحين، رز، زيت، هذين شغلات بسيطة يقدر الإنسان يعيش بيهن، أو يعني بعض شغلات الأرزاق الجافة مثل ما ينطوها العسكري محاصر، ينطون يعني أرزاق أو ينطونهم علاج عن طريق طيارات عسكرية شكل بالة، يعني أكو ناس تعرف هذا الموضوع. الإنزال شنو إنزال؟ اعتبره إنزال وأريد أنزل أخطف لي واحد ويطلع مثل ما كل ساعة يطلعونا العملية الفلانية على تم إنزال وخطف من كذا شخص. يعني معقولة المدينة هاي تموت هيش أسيرة بيد داعش لأن راح يرتكبون هذه الجريمة الإنسانية؟ الحكومة وتنظيم داعش، تنظيم داعش اللي احتجز الناس الأبرياء وخلاهم دروع بشرية، والحكومة التي أهملت هذا الكم الهائل من البشر، أطفال، نساء، كبار سن، شباب، أجبرهم الوقت إن ما يقدر يطلعون ما يتمكنون بكل المجالات، ما قدروا يطلعون، خلاص قسمتهم انبقم بالمدينة. علينا أن نعتبرهم بشر مسلم، بشر إنسان، وأنطيه قوت يومه وخليه يعيش، ومن تتحرر المدينة البريء. طيب شنو شيخ اليوم شنو واجب أعضاء البرلمان؟ كم عضو برلمان من الفلوجة؟ رئيس مجلس اليوم أهم سبعة من الفلوجة، سبعة برلمانيين صح؟ إذن شنو واجبهم اليوم؟ ليش اليوم ما نجد مناشدات فعلية؟ أم ممكن يتعرضون لضغوط؟ حتى لو تتعرض لضغوط لكن هاي مدينتك. والله أخ مقداد إذا تسمح لي، مع احترامي لأعضاء البرلمان ومع احترامي لكل الشخوص اللي موجودة اللي يمثلون الأنبار في بغداد، أقسم بالله الكريم إن لم تحل أزمة الفلوجة في هذه الأيام الحرجة سوف يكتب عنهم التاريخ وتكون وصمة عار في سجلاتهم وصمة عار عن هذه المأساة التي تمر بها مدينة الفلوجة
وخلص يمكن هاي الرساله واضحه. نعم. طيب علي انا ان اتحلى بها وانت جنابك من خلال هذا المنبر الكريم. نعم. ان تناشد المنظمات الانسانيه بايجاد حل صوره حل لاهل الفلوجه اما الصليب الاحمر. طيب او الهلال الاحمر. اليوم ما يقدر اليوم اي عضو برلمان ياخذ له تريلتين اكل ويروح يوصلها الى اي معبر من المعابر ويدخلها للناس؟ ما يقدر؟ لا ما يقدر. ليش؟ اذا اكو مجال انا ودي تريلتين والخيرين الكثيرين من اهل الانبار لو يقسم اللي بجيبه يطلعني يودي بس يوصل قوت لاهل الفلوجه. اخي الناس ماتت يعني وصلت شنو العراقيل؟ اكو عراقيل شيخ؟ نعم نعم. ماكو حل وسط بين داعش وبين الحكومه. ما لا يوجد. لا يوجد. اذا اليوم احنا نحتاج اما حل وسط او طيارات تلقي. ما عندنا حل وسط لان ماكو لغه تفاهم مع هؤلاء التنظيم الظالم الاوباش. اسميهم انا الاوباش. لو كانوا ليس باوباش كانوا فتحوا الممرات ودعوا الناس من يخرج وينقذ نفسه مع الف سلام، ومن يبقى الله يرحمه. نعم. لكن مع الاسف. جميل. طيب شيخ، يعني اليوم الحكومة لو هي جادة فعلا تريد إنقاذ أهل الفلوجة أو استجابت لهذه النداءات اللي أطلقها اليوم، مئات اليوم أطلقوا نداءات لإنقاذ الفلوجة، لكن اليوم ما شفنا تصريح حكومي فعلي صرح وقال فعلا الفلوجة وضحها كذا كذا كذا. الكل كأنما صب بكم عمي، ما حد يعرف ليش، لأن الموضوع يم الفلوجة. أخي الكريم، أنا من خلال علاقاتي مع كثيرين من الإعلاميين شاركت بهذه الحملة التي طلقت منذ يوم وأمس لمدة 3 أيام لإنقاذ أهلنا في الفلوجة. ردود الأفعال للأسف لحد الآن الحكومة تمسك الصمت، ولا نعرف ما هو السبب وما هو السر. حتى وإن لا يوجد حل كان من المفروض أن يخرج علينا الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أو باسم البرلمان العراقي أو باسم وزارة الدفاع أو من مسؤول عن ملف الأنبار والفلوجة بالتحديد، ويذكر لنا المعوقات أو يذكر لنا لماذا لم نتمكن من إسعاف مدينة الفلوجة أو أهلها العزل. طيب، فمعناها أن الحكومة اليوم هي يعني ربما ما وصلت هالمناشدة معقولة، لكن يوم كل صفحات الفيسبوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي تنادي بالفلوجة وأنها تقتل جوعا، حتى من دول عربية. أنا أجد هاشتاقات في الهاشتاق من دول عربية يكتبون عن يجب إنقاذ الفلوجة بأي طريقة من الطرق. إذن ما هي الطريقة الأسلم لإنقاذ الفلوجة بدقائق شيخ؟ أخي الكريم، والله ذكرت لك يعني مال الحكومة ما تعلم أو ما تسمع، لا هذا مستحيل، لأن كل إنسان إلى مكانته. صاحب القرار بالوقت الحاضر هو رئيس الوزراء، ولديه مستشارين عن ملف الأنبار وملف الموصل وديالة وصلاح الدين وحتى باقي المحافظات اللي ما نسميها ساخنة، المحافظات الآمنة. هل من المعقول دولة رئيس الوزراء ما وصل خبر أو الدكتور سليم الجبور رئيس البرلمان بأن توجد 50,000 عائلة 50,000 نسمة داخل مدينة الفلوجة محرومة من الغذاء والدواء منذ 2.5 سنين؟ كيف يكون راعي لهذا البلد إن لم يعلم أن هنالك 50,000 نسمة تتضرع من الجوع، ويوميا نفقد 2، 3، أو 4 من هذا الكم الهائل؟ كانوا يعتاشون في فصل الشتاء قبل شهر أو أكثر على الحشائش. اليوم الحشائش باتت معدومة نهائيا. حتى نهر الفرات يذكرون أن السمك جف منه من جراء العمليات العسكرية التي حصلت في الأنبار. إذن لا يوجد حل، ونحن راح نترك هؤلاء يموتون أو يقتلون جوعا. سوف نسأل أمام الله عن كل صغيرة وكبيرة. من يتحمل وزر 50,000 نسمة؟ من يتحمل؟ من يكون مسؤول يوم القيامة، يوم يسأل المسؤول عن هذه المجزرة في داخل مدينة الفلوجة، هذه الانتكاسة الإنسانية المأساوية، من الذي سوف يكون مسؤول عنها؟ أترك هذا السؤال إلى الحكومة الموقرة في بغداد، وأناشد من خلال منبركم الشريف والكريم الذي أتاح لنا الفرصة الثمينة لإيصال صوتنا إلى المنظمات الإنسانية وإلى السفارات
الدول المجاورة، السفارات العربية الأوروبية، حل أزمة مدينة الفلوجة وانتشال أهل الفلوجة الأبرياء من هذه الجريمة الإنسانية الذين لم يحالفهم الحظ بالخروج من مدينتهم. الشيخ سلام عجمي الحلبوسي عضو مجلس قضاء الفلوجة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا شيخ. شكرا لك أخوي الكريم. شكرا أستاذ مقداد العاز، حياك الله. شكرا لك. إذا أحبتي الكرام، سمعنا ما تحدث به الشيخ سلام حول المأساة اللي موجودة، ولكن نشاهد هذه المرأة العراقية التي من الفلوجة وهي تناشد لفك الحصار. تناشد أخواننا أهل الرحمة أهل الخيرة بالخارج إن يرحمونا الأوائل الضحية اللي بقت هنا، لا حول ولا قوة إلها، وكتلنا الجوع والله العظيم. من صارت الأزمة لا نعرف الطحين ولا نعرف التمن ولا نعرف الدين ولا نعرف نطبخ، ما عندنا أي شيء نطبخ. إيش نطبخ يا عالم؟ ارحمونا والله، أطفالنا قاعد تموت، نسائنا قاعد تنتحر، المرضى قاعد يموتون، ماكو مرضى السكر ماكو لهم علاج، مرضى الأطفال ما لهم أي علاج، أهل الضغط ما عندهم أي علاج، يعني أي علاج ماكو، لا مواد فدائية لا أي شيء. ارحمونا يا أهل الغيرة، ارحمونا يا أهل الرحم، اللي بالداخل ما يخلونا نطلع، واللي بالخارج ما قاعد يسوون لنا حل. ناشدكم باسم الإنسانية، باسم الرحمة، باسم اللطف، أن تلطفون بينا وترحمونا. إحنا عوائل ضحية، لا داعش ولا الغير داعش، إحنا مجرد ساكنين ببيوتنا ونريد أحد يرحمنا. ماكو رحمة منا، أنا ماكو رحمة من الخارج، ما يعني نطلب منكم تسوون نشارة، أما تطلعونا، أما أن تدخلونا غذائية بكل طريقة. أرحمونا الله يرحمكم، أرحمونا. يعني صارت حالتنا من اليأس، قامت الأمهات تنتحر، يعني إحنا قاعد يعني كم مرة انتحرت من وراء أطفالها، ما عندهم الأطفال يجون، ماكو أكل ماكو شرب، يعني حتى المي ماكو، المي قاعد يشربون أطفال من المشاريع، والله ماكو لا طحين لا تمن لا غذائية، ويعني حالنا صار يائس، حالنا صار يائس. يأسنا أهل الفلوجة، عوائل بريئة، عوائل ما لها أي ذنب، لا لها لا بالمسلحين ولا لغيرها ولا لغيرها، مجرد قاعدين. شاهدنا هذه المرأة العراقية التي تناشد، والوضع المأساوي اللي يعيشونه، واستخدامهم كدروع بشرية، ونساء تموت، وبعضهم انتحر، بعض النساء انتحرنا في نهر الفرات. يعني فعلا مأساة حقيقة. ناخذ أبو علي. أبو علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ مقداد الحميدان؟ الله يحفظك كل الهلة. شيخ بس سؤال تفضل صريح، اريد اقول للحكومة شنو هالصمت؟ نعم. مصير اهالي يثرب وين؟ نعم. مصير اهالي عزيز بلد وين؟ نعم. المناطق تحررت وين مصيرها؟ نعم. الناس ماتت من الجوع، الناس فان حظها. نعم. المهجر ترى ما فاتنا من حظه، يعني ما يرهم الحكومة صامتة على هذا الشيء. ليش الناس يعني وين تروح؟ لا محافظ طلع وقال يا بأهالي يثرب وين؟ لا أبو علي، البارحة أبو علي، البارحة مجتمع السيد أبو علي، أبو علي أحد يداعبينه ولا العباد يداعبينه. نعم. موضوعنا وين؟ العباد إلهي بالإصلاحات أبو علي، راح أقول لك يا من الأخير. لكن البارحة أعتقد مجتمع السيد رئيس مجلس مع ممثل الوقف السني مع السيد عمار حكمة حول موضوع يثرب، وما أعرف القرارات اللي خرجوا بيها. والله يا شيخ مغداد يعني ما أدري يعني مصير أهالي يثرب وين؟ ترى الناس ما نحافظها، ترى الناس راحت، ترى عرابها راحت، ترى بعض الأشياء مات من الجوع. نعم. الناس جاي على الشوارع، يعني لو أعطي إحساس، أنا اشتريت إحساس للحكومة. شكرا أبو علي. دعاء، تفضلي دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخي مغداد؟ الله يحفظك. أهلا أختي، تفضلي. عيني يعني عندي معتقلين من السيد غريب. نعم. أنت
شغلهم اثناء تحرير سيد غريب. نعم. يبلغ عددهم 16 واحد. 16 واحد كلهم من عائله واحده يعني. نعم. عمامي عمي وولدي وثلاثه. يمتى اعتقلوهم؟ تاريخ اعتقالهم دعاء؟ تاريخ اعتقالهم 30/5. 30/5/2015. من وين مكان الاعتقال؟ مكان الاعتقال منطقة الفرحاتية ومنطقة النباعي اللي هي تابعة للسيد غريب. نعم بالنباعي. نعم نعم اعتقلوهم اخي جتنا عصابات كلها تعرف انت ميليشيات ايرانية ما حد يعرفها. مناسين جونا هم بالبيوت ربعنا ما طلعوا يعني ما طلعنا احنا بالنسبة لنا ما عندنا شيء نضاف ما عندنا شيء بقينا بالبيوت ما طلعنا. نعم. وقالوا لنا لا تطلعون انتم ما ابقوا ببيوتكم ظلوا ويانا 4 ايام بعد ال4 ايام خذونا للدجيل. نعم. دبونا احنا واطفالنا وزلمنا بمخازن مال كيمياوي بعدين جانا بهاء العرجي وشيخ خسره دقيته جاسم القيس. نعم. جو وقفوا عليه. بعدين حكى بهاء العزيزان هذه العوائل اخذوها الى اماكن نظيفه. جت العصائب وخذتنا وذبتنا بلواء 13. بعدين قاموا ياخذون بالولد قدامنا واحد ورا واحد، اخذوهم كلهم 16 واحد. نعم. اي زوجي وحماية وخاوي وولده 7 وعمي وولده 3 وولد عمي 4. نعم. نعم دعاء انقطع لكن هذه مشكلتك طبعا. انا شخصيا راح ابعث بهذه المشكله الى يمكن اعتقد اللواء 22 اذا قريب على النباعي. ان شاء الله انا احاول اسعى بقدر ما استطيع نشوف بس نكشف عن مصيرهم الان. لكن احبتي الكرام ننتظر اتصالاتكم وارائكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر اما اسفل الشاشه. مع الناس منكم واليكم فاصل ثم نكمل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. والفلوجة تقتل جوعا، ليس فقط الفلوجة اليوم تقتل جوعا، اليوم النازحين أيضا يموتون جوعا، لكن ربما اليوم الوضع اللي يعيشه النازح أفضل من وضع المأساة أو الجوع الذي يفتك في الفلوجة. وبنفس الوقت أن ابن اليوم اللي بالفلوجة موجود تحت سقف أفضل من النازح اليوم اللي موجود في خيمة. نأخذ أبو محمد. تفضل أبو محمد. ألو أبو محمد تفضل. ألو المغداد. أي تفضل. ألو أسمعك. تفضل أبو محمد. المغداد جدوى. تفضل. أنا أستاذ مغداد جدوى. ألو تفضل أبو محمد. احنا نازحين مال جنوب مال احنا نازحين مال جنوب قرى جنوب عمرلي. نعم. احنا نازحين مال جنوب عمرلي قرى جنوب عمرلي. نعم. صباح تفضل. فصل ابو محمد. نتمنى عودة الاتصال. ابو النور تفضل. صباح. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايضا فصل. صباح الاتصال. صباح. اذا احنا اليوم كنا نتحدث عن مأساة. هناك كما ذكر الشيخ اكثر من 50,000 نسمة. بعض التقارير تقول أن هناك 120,000 داخل مدينة الفلوجة اليوم محاصرين تستخدمهم داعش كدروع بشرية، مقابل كما أكد التحالف الدولي مقابل 400 عنصر من داعش. لا يوجد هناك حل وسط
يعني لكي ربما يقوم الكثير من أهالي مدينة الفلوجة أو من شيوخ الأنبار أو من سياسي الأنبار بإدخال مواد غذائية، لكن صعب إدخالها لأنه لا يوجد حل وسط بين الحكومة وبين داعش أو وسيط يكون لإدخال مواد غذائية. إذن اليوم كما ذكر على الحكومة أن تضع خطة بديلة لحل ولإنقاذ هؤلاء الناس اليوم الذي يعانون الأمرين داخل مدينة الفلوجة. نأخذ اتصال، تفضل أبو جمعة. تفضل أبو جمعة. السلام عليكم أستاذ مهداد. السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ يحفظك كل الهلا. بغداد المداهمة بلا 2015. نعم. مع الدوس فأخذوا تغريف 75 واحد يخذوهم. نعم. إيه. فما ندري مصيرهم وين مصيرهم، يعني هاي كم مرة داعين بيهم. يا أخي اللي يعني ذولا كلهم أخويا واحد من عنده قطيع سجائر في مونة. نعم. إيه. وقسم من عائلته قطيعهم سجائر عنده. طالبنا بيهم، نريد نعرفهم طيبين ميتين من مدينة الطوز اللي تم اعتقالهم. الو، ها ابو جمعة. اي بل 2015 هذه صار الانفجار على الموكب. نعم. كانت مجلس مع العزاء. نعم اذكر من بيوتهم، يعني ما عنده كل شيء هو الرجال. نعم اذكر الاحداث. نعم. فمن اخذوهم شو اسمه 2015 20/10 اخذوهم. نعم. فما ندري مصيرهم، يعني هاي مصيرهم صار سكوت، يعني ما نفهم، يعني هو طيب ميت ما نعرف القصه شنو، يعني لحد الان يعني ماكو كل معلومات عليهم. نعم. تمام ابو جمعه، شكرا. شكرا ابو جمعه. شكرا. طبعا موضوع المعتقل احنا راح نخصص له حلقه كذلك. احنا كان من المؤمل اليوم ان نتحدث حديث خاص عن موضوع عوده نازحي يثرب والاشكالات اللي صارت الجديده وما نتج عن اجتماع فندق بابل، لكن ان شاء الله في حلقه يوم السبت راح نتحدث حديث خاص عن حول هذا الموضوع وعن ما جرى وعن الشروط التعجيزية اللي قامت بها بعض العشائر المجاورة وموقف أيضا الوفد الذي الوفد التشاوري الذي ذهب للاجتماع في فندق بابل. كل هذه المواضيع إن شاء الله في حلقة قادمة. إحنا كان ما نتحدث اليوم، لكن اليوم موضوع الفلوجة ومأساة الفلوجة اليوم اللي تمر بها مدينة عراقية، مدينة أم مدينة المساجد اللي تمر بها اليوم، يطلب من عندنا أن نخصص لها حلقة نتحدث عنها، أن نوصل مأساة أهلنا وناسنا، عسى أنه يتم إنقاذهم انتشالهم من هذا الوحل اليوم اللي هم به، أن تصل الحال إلى أن هناك مدينة عراقية محاصرة وأهلها يموتون جوعا أو يقتلون جوعا هذه حتى في الـ في الـ في الـ في الزمن القديم اليوم ما وصلنا الى حد ان هناك اناس او ناس يموتون من الجوع. وعندنا مثل قديم اهلنا يسولفون به يقولون ترى ما حد يموت من الجوع، لكن اليوم في 2016 في عصر الحضارة والتقدم والتكنولوجيا هناك أناس عراقيين يموتون جوعا. كان أنا ذكرت كان هناك مثل لأن يقول لك حتى لو تأكل خبز وبصل ما حد يموت من الجوع، لا اليوم أكو ناس عراقيين قاعد يموتون من الجوع بين المطرقة والسندان، بين المطرقة والسندان، واليوم يموتون جوع. حتى أطفال الأنبار وأبناء الأنبار اليوم نجد طفل يقول كل شيء ما أريد بس أريد الأمان والسلام. نشاهد الطفل الأنباري ماذا يقول؟ ارجع يا وطن ورجع يا أنبار ويا غربة العراق إش كثر أذيتي. فعلا. ناخذ الشيخ محمد، تفضل شيخ. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا من بغداد، أنا الشيخ محمد بن يثرب. ونعم. شيخ والله دم يعني هاي العشائر ما أعرف يعني شلون يعني بيوتنا هجموها، بساتيننا حرقوها. يعني ما أدري المحافظ هسه يقولون على أساس أبو مازن صاير محافظ وراس صاير وكيل، يقولون بس الله يعني أمن في الحسن. نعم. الآن موضوع يثرب أنه العشائر المجاورة هي طالبة بعد فلوس. يعني الناس المسؤولين والناس نعم. تكون تكون صوتنا. نعم. نعم. شيخ محمد. نعم فصل الاتصال. يعني نعم ناخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم. تفضل. ورغم من الجبل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا من عجيز بلد. ونعم. الله ينعم عليك. تفضل. أخوي والله العظيم إحنا بعجيز بلد التفجيرات مستمرة 24 ساعة. نعم. يعني معقولة أكو حكومة؟ لو اكو حكومة كان شافت شار الميليشيات هاي التفجيرات الراجين ساعة تقولهم يا ذا ايش يفجرون؟ يقولون البيوت مفخخة خو ما كلها مفخخة. يعني ما يصير خلي تشوف لنا شارة هاي الحكومة، اذا حكومة موجودة يقولون احنا حكومة خلي يشوفون لنا شارة. نعم. التفجيرات امام انظار الحكومة. التفجيرات امام انظار الحكومة يعني؟ يعني احنا بس بيناتنا ساكنين بالحوي، جلست بيناتنا الشاب ونشوف التفجيرات 24 ساعة ليل ونهار. نعم. نعم. نعم، فصل الاتصال. طبعا أنا ذكرت في بداية الحلقة أن ناشطون نشروا عبر هاشتاج الفلوجة تقتل جوعا الكثير من مئات الآلاف من الرسائل. أنا قرأت واطلعت على الكثير، وجدت حتى التضامن عربي مع هذا الموضوع. نشاهد الرسائل أو بعض التغريدات اليوم، لن اليوم ما أخذنا رسائل، لكن رسائلكم اللي عبر الفيسبوك إن شاء الله في حلقة يوم السبت راح نتناولها، لكن اليوم نأخذ بعض التغريدات على موقع تويتر حول هاشتاج الفلوجة تقتل جوعاً. فاروق ظفيري أم المساجد الفلوجة، أين أنتم أيها العرب أيها المسلمون؟ الخبير الاستراتيجي ساستون في واد وأطفال في واد آخر الفلوجة تقتل جوعا. مصطفى كامل، أحد أطفال منذ 15 يوم لم يأكل سوى تمر غير صالح للاستهلاك البشري وحالته مزرية جدا. عبد العزيز، كان نبينا يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الدليمي، أم ترمي أطفالها في نهر الفرات بسبب الجوع والحصار المفروض على الفلوجة. صوت العراق، العراق وسوريا وجهان لإرهاب دولة واحدة، قصف البراميل، تهجير وتجويع ميليشيات ملتصقة إلى آخره. هذه بعض التغريدات التي وردت، يعني البعض، لكن هناك مئات الآلاف من التغريدات حول هذا الهاشتاج. نتمنى أن يكون هناك تدخل واضح وصريح لإنقاذ المدنيين داخل مدينة الفلوجة، للوصول إلى حل تسوية، للوصول إلى حل يرضي الله سبحانه وتعالى. اليوم إحنا لازم نعمل لأن نرضي الله سبحانه وتعالى، ثم نرضي ضمائرنا، ثم نرضي عراقيتنا. إحنا اليوم أبناء العراق، هؤلاء نساء العراق. عندما أم عراقية تناشد وتقول أن هناك نساء ألقوا أطفالهم في نهر الفرات، مأساة. إذن مع الناس حيث تعصف بنا رياح التغيير فيكون ملاذ فضفضتنا مع الناس. منكم وإليكم شكرا لكل من شاركنا. شكر أيضا لعضو مجلس قضاء الفلوجة الشيخ سلام عجمي الحلبوسي الذي شاركنا في أول الحلقة، وشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. إن شاء الله في حلقة يوم السبت راح نتحدث خاص عن يثرب والاجتماع الأخير في يثرب وتطورات وضع عودة أهالي يثرب، إن شاء الله في حلقة يوم السبت الساعة 7 مساءً.
شكرا لكل من اتصل بنا والشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. شكرا أيضا لكادر العمل وللمخرج الكبير عمر سامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.